السلام عليكم. مخاطر تأجيل حسم المعركة في اليمن تلوح في الأفق كلما ظهرت خطط سياسية ومقترحات تهدف إلى تأجيل الصراع وإدارته أكثر من الحلول السياسية المستدامة التي تضع في الاعتبار التهديد الوجودي لأمن اليمن والخليج. في ظل توسع دائرة الفشل للحلول الدولية المتعلقة بالمنطقة، تعاني بلادنا من اللعبة الدولية ذاتها التي كانت في يوم ما راعية للعملية السياسية التي تعرضت للانقلاب مصحوبة بدور دولي سلبي ومتواطئ. تحركات كيري التي تسير في النفق الأسود ذاته، والذي يسعى البيت الأبيض لوضع المنطقة العربية والخليج واليمن فيه بقصد أو بدون قصد، تحركات تستند في مجملها على تطمينات زائفة لأمن الخليج والإبقاء على الميليشيا ككتلة مسلحة قابلة للاستخدام في المستقبل لزعزعة أمن المنطقة إذا ما تعلق الأمر ببيان الخارجية الأمريكية حول الاجتماع الأخير للدول الرباعية في الرياض. لا يختلف عن الأسطوانة المشروخة المتعلقة بتجديد الدعم للمقترحات الأممية، وكذا تمثل المقترحات الأممية تسلسل للإجراءات السياسية والأمنية. وهنا مشاهدينا الكرام نتساءل، لماذا لم تمضي معركة التحرير في بلادنا على طريقة حسم معركة تحرير الجنوب؟ هل تستجيب السعودية ومن ثم التحالف للضغوط الدولية؟ وماذا يعني إصرار الأطراف الدولية على إبقاء الحوثيين ككتلة مسلحة قابلة للاستخدام في المستقبل؟ وهل يدرك التحالف العربي مخاطر العقيدة الحوثية والامتداد الفكري لمدرسة طهران ونهج العنف؟ في البداية مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا هنا بالاستديو الأستاذ ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك أخت آسيا ومشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ ياسين معنا. نناقش في هذه الحلقة مخاطر تأخر حسم معركة التحرير في اليمن. اسمح لنا نبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع تجتمع دول الرباعية بشأن اليمن وتخرج ببيان يدعو إلى استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية. تأتي محاولة إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المشاورات في ظل هدوء عسكري في معظم جبهات القتال بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين. توقيت محاولة كيري يأتي في ظل ارتفاع أصوات العديد من المراقبين والسياسيين بالتحذير من ترك المجال للأذرع الإيرانية في التهام المدن العربية واحدة تلو الأخرى، مطالبة التحالف والحكومة الشرعية سرعة حسم معركة اليمن لإعادة التوازن للمنطقة ووضع حد لنفوذ إيران التي صرحت خارجيتها أنه إذا كان هناك نفوذ لطهران في اليمن فليس لكيري والجبير علاقة بذلك. يستغرب مراقبون عدم إقدام دول الخليج وخاصة المملكة على حسم جبهات كتعز والساحل الغربي، على الرغم من كونها جبهات استراتيجية من شأنها تغيير الموازين على المستوى المحلي والإقليمي. لا يدرك الكثيرون سر الإطمئنان الكبير الذي تتمتع به دول الخليج إزاء التهديدات الإيرانية والتي أمست هلالاً يمتد من بغداد إلى بيروت مروراً بدمشق التي سقطت بدعم كامل من الروس، وهو ما يعني تنامي الخسارات لتضاف تلك العواصم إلى سابقاتها في السقوط السياسي ابتداءً من مسقط وليس انتهاءً بالقاهرة. خبراء يرون أن مشروع الشرق الأوسط الجديد هو كلمة السر لفك شفرة المشهد في المنطقة، فتسليم المنطقة للنفوذ الإيراني وإشعالها بالصراعات الطائفية هي أبرز استراتيجيات هذا المشروع، وما دعم الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا إلا شواهد مؤكدة لهذا المخطط الغربي على حساب الشعوب العربية وتطلعاتها للحرية والديمقراطية. المشروع العربي الاستراتيجي هو الصورة المفقودة من هذا المشهد، وحسم الملف اليمني على حساب وكلاء إيران فيها هي أولى خطوات تكون هذا المشروع ووصوله إلى بر الأمان. إذن مشاهدينا الكرام أرحب من جديد بالكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ياسين معنا. ولو بدأنا الحديث عن مخاطر تأجل حسم المعركة في اليمن، خاصة أستاذ ياسين في ظل المحاولات الدولية لإبقاء حلقة الصراع مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك سباق اليوم في الميدان، لكن السباق هذا للأسف من طرف واحد وهو الطرف
الأمريكي الذي لا يخفي أجندته في اليمن، وهي أجندة قديمة وليست جديدة. هناك حرص أمريكي على استبقاء الحوثيين أقلية دينية، من الواضح أن هذه الأقلية الدينية يراد لها أن تكون مؤثرة سياسيا وجيوسياسيا ومسلحة بما فيه الكفاية لكي تقوم بالتأثير على هذا الجسد الكبير الذي يسكن هذه المنطقة. هناك يعني استبطان واضح لهدف توظيف الحوثيين كجزء من توظيف ورقة الصراع الطائفي في المنطقة، لكن تبدو أمريكا أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقضية اليمنية، رغم من أنها تريد أن تعزلها قليلا عن دائرة التجاذبات الواسعة التي رأيناها في سوريا. فهي لجأت مثلا إلى تأسيس ما يسمى بالرباعية، وها هي اليوم تدفع إلى الرباعية بوزير الدولة العماني لتصبح خماسية، وهذا يكشف النوايا الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية. فكيري طبعا سيغادر وزارة الخارجية الأمريكية في 20 من الشهر القادم، وهو يريد أن يطمئن بأن الحوثيين سيكونوا في أيدي أمينة، ويريد أن يثبت وجود الوزير العماني ضمن هذه الخماسية التي ستصبح خماسية، على الرغم من أن الإعلام في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات حاول أن يتجنب قدر الإمكان الإشارة إلى الخماسية وأبقى على تسمية الرباعية كما هي. لكن من الواضح أن هذه هي واحدة من صور الإملاءات الأمريكية التي تتعلق بالملف اليمني، وتشير بشكل واضح على إصرار أمريكا على إخراج الحوثيين كأقلية دينية كاسبة في هذه المعركة التي خاضتها هي وكانت سبب في اندلاعها في اليمن، سعيا وراء الاستئثار بالسلطة وإفساد حالة الوفاق الوطني الشامل التي كانت اليمن قد وصلت إليها وكادت أن تؤسس نموذج حقيقي لانتقال السلطة. واليوم نحن أمام حالة جديدة ومرحلة جديدة من الإصرار الأمريكي. يعني ما كان أحد يتوقع أن يأتي الوزير الأمريكي إلى الرياض، يعني إلا عندما رأينا لماذا أتى. يعني في نهاية المطاف عندما يأتي بوزير الدولة العمانية ليكون عضو في هذه الرباعية لتصبح خماسية، فهذا يعني أنه فعلا يستبطن الإصرار على الحسم وفق الشروط الأمريكية، وهو حسم يبقي الحوثيين لاعبا أساسيا لا يعاقبهم بل يكافئهم سياسيا، يعني ويبقي أيضا على يعني على الترتيبات السياسية ترتيبات الانتقال الجديدة التي تعني يعني إنهاء شرعية الرئيس، تقويض كل المشروعيات التي تتأسس عليها عملية التسوية السياسية، وتأسيس شرعية جديدة للانتقال السياسي تتمثل في هذه الخطة التي أملها الوزير كيري. نعم، أفهم من كلامك أستاذ ياسين أن ربما تدفع الضغوط الدولية التحالف لتأجيل حسم المعركة عسكريا. أنا لا أدري لماذا التحالف العربي لا يستثمر يعني الأوراق القوية التي لديه. ما هي هذه؟ في يعني أرضية متاحة للحسم العسكري مهيئة بشكل كامل، لكن يبدو أن المملكة العربية السعودية وهي رأس التحالف العربي تخوض معركة موازية يعني بنفس القوة من والشراسة وربما أكثر أهمية على يعني في الجبهة الغربية. معركة سياسية تقصد؟ المعركة السياسية التي تخوضها المملكة العربية السعودية. هناك مراكز قوى في الغرب تضغط بشكل كبير جدا وتشوه سمعة المملكة العربية السعودية وتظهر الحرب في اليمن بأنها حرب عدوانية تقوم بها الدولة المملكة العربية السعودية الغنية على اليمن الفقير. وهناك أيضا منظمات تعمل في هذا الاتجاه، وهناك نخب سياسية أمريكية تمارس هذا النوع من الضغوط، وهناك قناعات بدأت تترسخ لدى مسؤولين أمريكيين مثل وزير الخارجية الأمريكي، وهو وزير من الواضح جدا أنه يعني يعتبر يعني مؤثر حقيقي في هذا الانحدار الكبير والسقوط الكبير للسياسة الأمريكية في المنطقة وفي هذه الترتيبات. يعني هو متورط إلى حد كبير في الترتيبات التي تشهدها المنطقة، وهي ترتيبات في حقيقة الأمر ترتيبات خطيرة ومشوهة، ويعني في حقيقة الأمر تستثمر كل النقائض التي تعاني منها المنطقة، وهي التي تسعى إلى تمكين إيران على الرغم من أن إيران بلد ليس من القوة بحيث يكون له هذا التأثير، وإنما إيران هي تستثمر البنية التحتية الموجودة أصلا في البلدان العربية، وهي البنى التحتية هذه بناء بعضها ذات طابع طائفي، هناك أقليات تدعمها بشكل قوي جدا وتسعى إلى أن تنصبها كقوى مؤثرة في المنطقة، ومن خلال هذه الأقليات ومن خلال هذه الأذرع
تعمل على التأثير في المجرى السياسي لهذه الدول، نجحت في، لا نقول أنها نجحت على سبيل المثال في سوريا، ولا يمكن نقول أنها نجحت في لبنان. لبنان اليوم يعني تحول إلى بلد يعني شبه محتل، سوريا محطمة يعني تحكمها ميليشيات، لم تعد هناك دولة. يراد لليمن أن يكون كذلك، وكيري يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، وهو الذي فعلا يسعى إلى تمكين المشروع الإيراني في اليمن وفي المنطقة. نعم، اسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا عبر الهاتف اللواء محسن خسروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا. أهلا بك معنا سيادة اللواء. بداية، الجيش الوطني والمقاومة يعني كسد نعتبره، أين موقعه الآن من خارطة الصراع العربي الإيراني؟ الجيش الوطني والمقاومة أصبح جسما واحدا بعد أن تم دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، وخاصة في المناطق العسكرية الثالثة والسابعة والسادسة. نعم. وفي الطريق إلى إتمام هذا، في وكذلك أيضا في الأولى وفي الثانية، وفي الطريق أو جزء يعني من هذا الدمج تم في الرابعة إلى آخره. الجيش الوطني يعني يؤدي مهام مؤسسية ويخضع خضوع تام للشرعية لمؤسسة الرئاسة والقيادة العليا للجيش والقيادة العسكرية ممثلة في رئاسة الأركان العامة، وهذه بدورها هذه المستوى رئاسة الأركان والقيادة العسكرية تخضع مباشرة للقيادة السياسية، فالتعليمات والأوامر والتوجيهات التي تأتي من القيادة السياسية العسكرية العليا يتم تنفيذها، سواء بوقف إطلاق النار أو بالحرب. يعني الجيش الوطني جيش مؤسسي ينحاز للشعب، ولا وطني غير يعني وطني مهني غير مناطقي غير طائفي غير حزبي غير عنصري إلى آخره، يعني ينصاع للقيادة السياسية والعسكرية. إذا حينما تقول القيادة وقف إطلاق النار، يلتزم الجيش الوطني بوقف إطلاق النار ويده على الزناد في محاولة في رد للرد على أي محاولة لخرق وقف إطلاق النار. في هذا الجو، في هذا الحوار الذي يجري الآن، ومحاولة فرض أجندة دولية تحقق أهداف إيرانية انقلابية، الجيش الوطني على أتم الاستعداد للحسم. ولكن مشكلة الجيش الوطني هي ليست مشكلة ذاتية، ولا هي يعني تتعلق بالقدرات أو بالإمكانيات. مشكلة الجيش الوطني أنه يواجه بعقبات وإعاقات وممنوعات وخطوط حمراء دولية وليست على المستوى المحلي. نعم، إذن يعني هذه العقبات سيادة اللواء يعني برأيك يعني ما مدى دورها ومخاطر إضعافها لدور الجيش والمقاومة وخذلانها أيضا؟ يعني هي تؤثر عليه تأثير مباشر، سيما وأن هذا الضغط يمتد أيضا إلى دول التحالف. نعم، دول التحالف تعاني من هذا الضغط بشكل مباشر، وهذا الضغط ينعكس على الحالة اللوجستية في الجيش الوطني، الأمر الذي يعطل كثير من المهام الميدانية المباشرة. ولكن بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود، إلى أفق يكاد يكون غير وطني غير مقبول، لا يؤدي إلى مرحلة تالية مما يحرم به اليمنيون في مسألة السلام، الجيش الوطني على أتم الاستعداد يعني حسم المعركة عسكريا، وهو يمتلك هذه القدرة. وأكرر أن الجيش الوطني لا يعاني أو يعني أن تأخير عملية الحسم لا تتعلق بقدرات الجيش أو بإمكانياته، ولكنها مرتبطة كما أشرت سابقا بالبعد الإقليمي الدولي المانع، الذي يعني يعلن صراحة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أن صنعاء خط أحمر، وأن صنعاء لا ينبغي أن تهاجم أو تحتل، وأن الدولة الانقلابية الدويلة الانقلابية لا ينبغي أن تسقط بالقوة. هذا يعني هذا هو الحال القائم بوضوح شديد وبدون دبلوماسية. نعم، برأيك سيادة اللواء، هل تعتقد أن التحالف لا يدرك أهمية حسم المعركة في هذه اللحظة الحرجة وأيضا الحساسة، يعني حسم المعركة عسكريا؟ ينبغي لقيادة التحالف أن تدرك هذا، لأن قيادة التحالف
التحالف العربي. أحد الأهداف الإيرانية الرئيسية من هذا النشاط ومن هذه الأجندات وجود هذا التحالف أصلا قض مضجع الإيرانيين وأفسد مخططهم الكبير في المنطقة العربية. لذلك هو بالتعاون مع الغرب الذي يعني يقولون أن هناك صراع بينه وبين إيران، وهذا طبعا هذه يعني ليست حقيقة أبدا. هناك تناهي وهناك مصالح مشتركة وهناك تصفية حسابات في المنطقة وفي اليمن على وجه الخصوص. التحالف العربي مستهدف كما هي الدولة الشرعية مستهدفة. أي محاولة لإسقاط الدولة الشرعية والشرعنة للانقلاب ستكون الخطوة التالية مباشرة هي إسقاط التحالف العربي والقضاء على أي مظهر من مظاهر التضامن العربي والعودة من جديد للكنتونات والولاءات الضيقة أو التبعيات الضيقة أو السيطرة الإقليمية أو ربما الكنتونية على المنطقة العربية والعمل على شكل جزر سياسية صغيرة معزورة في المنطقة العربية لا علاقة لها بأهداف الأمة العربية ولا بوحدتها ولا بمصالحها المشتركة ولا بالأمن والاستقرار فيها ولا بفكرة التقدم والاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي في المنطقة العربية. ستتكرس فكرة الصراع الطائفي كما هي في العراق وفي سوريا وكما يراد لها أن تكون في اليمن وفي غيرها من المناطق العربية، وتدخل الأمة العربية في صراعات غير مبدئية غير وطنية غير إنسانية تقضي على كل أحلام المواطن العربي وتهيئ المناخ العربي كاملا للسيطرة وسيطرة الكبار في الأقاليم وتجذر مصالحهم في المنطقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني تحدث اللواء محسن عن أن على التحالف أن يدرك مدى أهمية الحسم العسكري في هذا الوضع الحرج. ماذا يعني أو لماذا لم تمضي معركة التحرير بذات الوتيرة التي مضت بها في تحرير الجنوب؟ يعني لو كانت استمرت تقريبا يومان وتحررت الجنوب، ماذا لو استمرت وذهبت إلى تعز بقية المحافظات الأخرى؟ من الواضح أن السبب الرئيسي يعود إلى الضغوطات والخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي شريك مهم وشريك استراتيجي مهم من المملكة العربية السعودية، وليس من السهولة بمكان التفريط بهذه الشراكة أو الاستغناء عن الدور الأمريكي، أو لأن معروف أن الجيش السعودي وهو قوام التحالف العربي في هذه المعركة وكذلك الجيش الإماراتي هم يعتمدون بشكل أساسي على التسليح من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تأتي من هذه الزاوية تحديداً وتمارس ضغوطها على هذا الأساس. لكن من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تبني شراكة مع بعض أطراف التحالف العربي فيما يتعلق بالأهداف، أهداف يعني ربما ليس لها علاقة بالأهداف الأساسية للتحالف العربي. ولهذا هناك جزء من هذا الجمود في على الخط العسكري، و بعض من الأشياء التي يمكن تفسير لماذا التحالف العربي لم يواصل عملياته العسكرية بنفس الوتيرة كما كان في المحافظات الجنوبية هو وجود هذه الأهداف التي تبناها بعض الأطراف في التحالف، وهي أهداف تتعلق طبعا بمكافحة الإرهاب، وهي دعاوى طبعا يعني مبالغ فيها. لا ننكر أن هناك عناصر إرهابية، لكن هذه العناصر الإرهابية إذا قيست بخطر الحوثيين أو الخطر الانقلابي الذي أطاح بالدولة الشرعية وأدخل البلد في حرب أهلية لا أول لها ولا آخر وتشرد بسببها الملايين، يعني لا شيء. أن يقوم عنصر إرهابي بتفجير هنا أو هناك لا يساوي شيء قياسا بهذا الدمار وهذا الهدم اللي حدث لمبنى الدولة اليمنية. ولكن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية ليس أن يعيش اليمنيون باستقرار أو أن يكون لهم دولة قوية أو أن يتجه مشروعهم للانتقال السياسي نحو الدولة الاتحادية ثم يدخلون مرحلة من الاستقرار والتعايش والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، لا يهمهم هذا، لديهم أهداف. هل يهمهم فقط بقاء يعني الحوثيين كتلة مسلحة يمكن أن تستقبل؟ نعم، هم الآن في تصورهم أن الإرهاب هويته سنية، الحوثيين مرتبطين بالمشروع الإيراني، أصبحوا مرتبطين بالاثنى عشرية الإيرانية وكل ما حدث وبالتالي في اليمن في العراق في حلب، أليس ذلك؟ هذا المخلب
هذا المخلب يريدون ترويض هذا الطرف السني تحديدا. هذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. بعض أطراف التحالف أصبحت تماهت مع هذا مع هذه الأهداف وأصبحت تعلن بشكل واضح أنها يعني تستهدف حتى شركاء في المعركة في مواجهة الحوثي. العمال ليست جزء من التحالف، لكن هناك أطراف في التحالف لا يهم أن نذكرها هنا، لكن فعلا هي تعلن بشكل واضح وتثير الكثير من الانقسام في أوساط المقاومة وأوساط الجيش الوطني، تأسيسا على هذه الرؤية التي طبعا المشوهة التي لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية وحساسية الموقف في اليمن، أنه لو عندما تتعدد الأهداف وتكون هذه الأهداف ليس فقط متعددة وإنما متصارعة ومتناقضة، لا يمكن أن تحسم ورقة بهذه الخطورة كالورقة اليمنية. إذن الذين يأخذون المعركة في اليمن باتجاه آخر، باتجاه مكافحة الإرهاب، لننظر مثل عدن. عدن أفرغت من أهلها ومن سكانها تحت دعاوى مكافحة الإرهاب، سمح للدعوات التي تنادي بعدن عاصمة للدولة الجنوبية، سمح للتصرفات الغوغائية التي أعاقت بناء العاصمة المؤقتة عدن كعاصمة اتحادية. كل هذا كان يتم تحت سقف مكافحة الإرهاب. بعد أن تم كل هذا، فعدن الآن ليست عاصمة يحاول الرئيس هادي ويحاول رئيس الوزراء والحكومة أن يثبتوا بأنها عاصمة مؤقتة، ولكن لم تهيئ عدن حتى هذه اللحظة لتكون عاصمة مؤقتة. هناك مجامع فوضوية مرتبطة بأطراف في التحالف بحجة أنهم يكافحون الإخوان المسلمين ويكافحون الإرهاب، يسوغون لكل هذه الأعمال الخطيرة والعشوائية والغوغائية. لا هم مكنوا عدن من أن تصبح عاصمة للدولة الاتحادية وسارعوا في يعني في تحقيق الأهداف التي تدخلوا من أجلها في اليمن، ولا هم كافحوا الإرهاب، بدليل أن الإرهاب يعني يمارس أعماله بشكل بشع جدا وبشكل مريح برأيك ومخلع. يعني هل يعقل أن التحالف ودوله يعني دول التحالف لم تعي بعد مخاطر أي تسوية على حساب استعادة الشرعية كاملة غير منقوصة؟ أنا في تقديري أنه ليس كل التحالف داخل في هذه، هناك أطراف في التحالف مسؤولة، وأنا أستطيع أن أقول أن المملكة العربية السعودية أكثر، وهي قائدة التحالف العربي، هي تشعر بخطورة التلاعب بالورقة اليمنية وتشعر بأنه ليس لديها وقت لهذا النوع من التلاعب بالورقة اليمنية وبتعدد الأهداف، ولكن المملكة العربية السعودية همها هي كيف تواجه في الآن نفسه ضغوطات الأمريكية واحتواء الخطر الحوثي. فأعتقد أن هناك استراتيجية بدأ واضح، أنا تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير عندما التي أطلقها وهو بجوار وزير الخارجية الأمريكية كانت مختلفة تماما عن تصريحاته التي قالها بجوار وزير الخارجية الأمريكية في جدة في قبل 3 أشهر أو 4 أشهر. كان واضح في تأكيد أنه لا يمكن أن يتحقق السلام في اليمن إلا على المرجعيات الأساسية الثلاث، فيما يذهب وزير الخارجية الأمريكي ليقول بأن التسوية السياسية أو خطة التسوية السياسية التي عرضتها الأمم المتحدة هي الوحيدة التي يمكن أن تنقل اليمنيين إلى السلام. هناك تباين. أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية اختارت يعني ترويض الوحش، يعني نفترض أنه أمريكا اليوم تشبه الوحش يعني فيما يتعلق بمواقفها في الأزمة اليمنية. المملكة العربية السعودية تمارس هذا النوع من الترويض، هي لا تستطيع أن تواجهه بشكل مباشر وإنما تمارس هذا النوع من الترويض، وهي تدرك بأنه هناك مرحلة انتقال سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن استثمار الوقت في الأخذ والرد، لكن في نهاية المطاف الثوابت تبقى على ما هي عليه، لأن المملكة العربية السعودية هي من أكثر الدول إحساساً بخطورة بقاء اليمن يعني مفتوحاً على كل الاحتمالات. ومن الواضح طبعاً أن المملكة العربية السعودية وعلى أعلى مستوى، وكما جاء في خطاب الملك سلمان في افتتاح مجلس الشورى، أنه لا يمكن أن يسمح لأي طرف أن يلعب بالورقة اليمنية، وهذا يدل على إحساس الجانب السعودي بخطر الخطر الكامن في اليمن. لكن ما هو مطلوب من المملكة العربية السعودية ليس فقط مراعاة مصالحها فقط، مطلوب أيضا أن يعني الخطر الكامل بالنسبة للسعودية أنا فقط، لكن أيضا نحن شعب نريد أن نعيش ونريد عند هذه النقطة نريد أن نقيم دولتنا. أن أعود إليك، لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عودة إليك أستاذ ياسين، كنت تتحدث قبل الفاصل عن إدراك السعودية لورقة اليمن وعدم سماحها للتلاعب بهذه الورقة، كنت أشرت إلى أنه يعني ليس فقط خطرا قد يصيب السعودية، ولكن أيضا نحن نريد أن نحيا بسلام. عند هذه النقطة أكمل حديث. بالتأكيد المملكة العربية السعودية ومعها كل الحق في حفظ أمنها، وحفظ أمنها يعني لا يجب أن يتم في معزل عن أمن واستقرار اليمن نفسه. اليمن شعب يستحق أن يعيش ويستحق أن يتمتع بالحرية والديمقراطية والأمان، وأعتقد أن هناك يعني إمكانية الوصول إلى هذا اليمن الذي نتمنى ونتطلع إليه متاحة، والتحالف يستطيع أن يوصل اليمن إلى هذه المرحلة. على التحالف العربي أن يقبل بصيغة اليمن البلد الديمقراطي الذي وهو نظام جمهوري تعددي، عليه أن يقبل بهذه الحقيقة. مؤتمر الحوار الوطني أقر بأن هذا اليمن الديمقراطي الجمهوري سيكون اتحاديا يعني فيدراليا، وبالتالي عندما يقف التحالف العربي عند الحدود الشطرية هذا يثير أكثر من سؤال، ما هي الأجندة تحديدا التي أنتم تضمرونها بشأن اليمن؟ يعني لا تظنوا أن اليمن يمكن أن يعني الناس الذين يقفون اليوم إلى جانب التحالف العربي لا يقفون إلى جانب التحالف العربي من أجل هزيمة الحوثي فقط، وإنما من أجل هزيمة كل المخاطر التي يمكن أن تهدد المشروع الوطني في اليمن. الحوثيين وصالح هذا المغامر والحوثيين يمثلون الإمامة المقبورة في عام 1962، وعلي عبد الله صالح يمثل السلطة التي سقطت عام 2011 في ثورة شعبية. هؤلاء أرادوا أن يقامروا باليمن بأمنه واستقراره وبمصالحه، وأرادوا أن يربطوا اليمن بمجمل التغيرات في هذه المنطقة ويرهنونها لإيران سعيا وراء مشروعهم لاستعادة السلطة. هذا غير ممكن. اليوم الشعب اليمني يقف إلى جانب التحالف العربي من أجل أن هذا التحالف أصلا جاء لكي يحمي مشروع الدولة في اليمن، لا لأن يسقط مشروع الدولة في اليمن. فبالقدر الذي نحن نقدر ونثمن للسعودية تحركها بهذا القدر من التأثير والقوة العسكرية، نؤمن أيضا بأن من حق السعودية أن تحمي أمنها واستقرارها وأن تقضي على الخطر الآتي من اليمن. لكن القضاء على الخطر الآتي من اليمن لا يكون فقط بمحاربة الحوثيين، ولكن أيضا بدعم مشروع الدولة اليمنية، باستيعاب هذه الدولة بصيغتها الجمهورية التعددية الاتحادية جزءا من المنظومة الخليجية، باقتصاد مندمج مع المنظومة الخليجية، بأمن مندمج مع المنظومة الأمنية الخليجية، وبالتالي نستطيع أن نحقق أهدافنا بكفاءة عالية ونحصن هذه المنطقة من الاختراقات. اسمح لنا إذن أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية من عدن. مساء الخير أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك أختي الكريمة وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أستاذ عدنان، لقاء حبتر رئيس حكومة الانقلاب مع سفير إيران، ما الذي يحمله من دلالات في هذا التوقيت تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن حكومة الحوثيين تحاول أن تجد لها اعترافا إقليميا واضحا من دول معينة. قبل أيام التقى بن حبتور القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء، وأعتقد يوم القائم بأعمال السفارة الإيرانية، لكن أعتقد بأن المجتمع الدولي متفق بشكل كامل بأن الدعم سيكون للشريعة اليمنية. كل ما هنالك أن الحكومة اليمنية تحاول أن تقدم عروضا أكبر في الاقتصاد. حكومة الحوثيين عفوا تحاول أن تقدم أكبر فرص ممكنة للروس وللصين وأيضا لإيران. المعلومات تتحدث بأن الوفد الحوثيين الذي زار الصين وروسيا أرضى عليهم موانئ يمنية في استثماراتهم، إضافة إلى فتح السوق اليمنية للمنتجات الدول الثلاثة اللي هي الصين وروسيا وإيران. لكن باعتقادي بأن المجتمع الدولي يعي جيدا بأن وجود دولة يمنية كاملة السيادة و منظومة أمنية كاملة ذات هوية وطنية واحدة هي ما تحقق الأمن، وتحقق أيضا طموحاتهم التجارية والاقتصادية وتأمين خط المرور الدولي للنفط. نعم أستاذ عدنان، يعني هل نستطيع القول أن السلطة السياسية للانقلاب في صنعاء تتلقى توجيهاتها من السفارة الإيرانية؟
أعتقد بأن الوثائق التي كشفت مؤخرا تشير بشكل واضح بأن الحوثيون يتحركون بناء على توصيات، ربما نقول أنها توصيات أو موجهات للسفارة الإيرانية والسفارة الروسية في صنعاء. اللقاءات التي تحدث ما بين وقت وآخر وتعلن بصراحة ليست الوحيدة، هناك العديد من اللقاءات التي تتم بشكل سري والعديد من الملفات التي تبحث وتناقش ما فيها الدبلوماسية الدولة أيضا والأوضاع المحلية. لاحظ بأن السفير الروسي القائم بعمل السفير الروسي كان قد أبدأ المسؤول الحوثي قرقه من تقدم المقاومة الشعبية على سفينهم. هذه تشير بشكل واضح بأن الحوثيون يتلقون التعليمات والإرشادات والتوصيات من السفارة التي ما زالت تعمل في صنعاء. نعم، إذن ماذا عن محاولة تسويق الملف اليمني بعيدا عن توصيف جماعة الحوثي باعتبارها ذراع إيران في المنطقة، رغم يعني حديث إيران أكثر من مرة بمسؤولياتها جزئيا أو كليا عما يحدث في اليمن؟ أعتقد بأن كل هذه هي محاولات فقط لي ذراع الحكومة اليمنية، والذي بالتأكيد هي لي ذراع المملكة العربية السعودية بناء من أجل ابتزازها في ملفات أخرى أو في ملفات في صفقات نفطية وأسلحة أخرى. لاحظي بأن اليوم متحدث القوى الخارجية الإيرانية تحدث بشكل واضح ووجه خطابه للجبير الوكيلي بأنه إذا كان لإيران نفوذ موجود في اليمن فلا علاقة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بهذا النفوذ. هذه الصيغة الإيرانية في الحديث عن اليمن تشير بشكل واضح إلى تدخل فعال، وبدأ يتحدث بشكل دبلوماسي بعد إسقاط حلب. نعم، إذا أستاذ عدنان، يعني برأيك عقيدة كعقيدة الحوثي، امتداد فكري لمدرسة طهران وعنف فكري أيضا، هل بالإمكان أن يكون هذا الامتداد جزء من الحل السلمي أو محادثات السلام؟ أعتقد بأن إيران لا تريد أن تذهب بعيدا عن الحوثي، والحوثيين أيضا لا يريدون الانتصار على إيران. لن يتم أي اتفاق سياسي باعتقادي ويضع استقرار اليمن إلا بقطر الإيرانية بشكل كامل، يعني يتوقف الحوثيون عن العمل مع إيران، وهذا لن يتم إلا بتفكيك منظومتهم السياسية والعقائدية والمنظومة العسكرية أيضا. حل التنظيم العسكري هو أول المهام، إضافة إلى سحب الأسلحة الثقيلة من بين أيديهم. عدا ذلك إيران ستواصل ابتزازها للمجتمع الدولي عبر اليمن، وستواصل حالها عدم الاستقرار داخل البلاد. بدون وجود هذه الشروط واندماج الحوثيين ضمن هوية الوطن الجامعة بعيدا عن حديث الحق الإلهي والحديث عن أنهم جزء من محور المقاومة والعداء للمجتمع الدولي، أعتقد بأن كل هذه بوجود هذه العقيدة التي يملك الحوثيون أن الاستقرار في اليمن لن يكون ولن يأتي بثمار جيدة لأمن شبه الجزيرة العربية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني يلاحظ أن الحسابات الدولية والحلول أيضا المطروحة فشلت في المنطقة، ربما آخرها في سوريا، برأيك هل يضع العرب هذا الأمر بعين الاعتبار؟ لا يمكن الحديث اليوم عن موقف عربي موحد. العرب مشتتين وموزعين ضمن يعني حالة التجاذب هذه التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم. العرب موزعين ضمن هذه المشاريع وضمن مراكز القوى الدولية. العرب جزء منهم قوى ملحقة بمشاريع خارجية. هناك قوى عربية كبيرة للأسف خرجت من دائرة الفعل والتأثير وأصبحت ملحقة بمشاريع خارجية كمصر على سبيل المثال. أنا أعتقد أن التحالف العربي هو الظاهرة العربية الوحيدة الإيجابية اليوم التي أرادت أن تقدم قراءة مغايرة لأحداث المنطقة، وقدمت أيضا نموذجا للفعل العربي المؤثر بإزاء مخاطر حقيقية كالخطر الذي كان سيأتي من اليمن لولا تدخل التحالف العربي. التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يعني ربما يحقق نجاحات كبيرة في اليمن، لكن يبقى الخطر قائم. وأعتقد أن هذا الجمود غير المبرر في المسار العسكري في الوقت الذي يمتلك التحالف العربي القدرة الكاملة على تحريك هذا المسار وتحقيق أهدافه بسرعة،
لديه وحدات مدربة ومؤهلة من الجيش الوطني، لديه مقاومة قادرة على الفعل وتحقق إنجازات مهمة في الميدان بإمكانياتها الذاتية في هذه المرحلة، ولديه كل الإمكانيات لتحقيق أهدافه ولحسم الموقف العسكري بسهولة، لأن الحسم السريع، الحسم العسكري السريع كان يمكن أن يوفر على اليمن الكثير من 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 المخاطر، يعني من الخسائر، من حالة التدهور التي تتصاعد اليوم في أكثر من صورة، في أكثر من جانب. لكن التأخر في المسار العسكري قد ربما يسمح بتدخل يعني أكثر قوة من قبل القوى الدولية والإقليمية. روسيا اليوم منشغلة بالملف السوري، إيران طبعا متوثبة وتريد أن تتدخل اليوم قبل الغد، لكنها لم تجد المدخل المناسب، ولهذا عندما تدفع بسفيرها في صنعاء وهو سفير غير شرعي، يعني يمكن أن نقول أنه يعني يتصرف ضد القانون الدولي. أولا العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وإيران مقطوعة، ولكن إيران هي اليوم تقول بصريح العبارة أنها لا تعترف بالسلطة الشرعية، هي لم تقول هذا رسميا لكن تمارس هذا النوع من السلوك واقعيا، وهو تصرف لا تقدم عليه دولة محترمة إلا إيران، لأن إيران هي تتحرك خارج إيران طائفية، إيران تتحرك بدوافع طائفية، إيران ليست دولة محترمة في المنطقة، لا توجد دولة محترمة تكلف يعني سفير غير شرعي بمقابلة حكومة غير شرعية، ولا تعلن موقف واضح حيال هذه الحكومة غير الشرعية ولا حيال الحكومة الشرعية، تمارس بلطجة واضحة إيران. لهذا يعني ليس من مصلحة التحالف العربي اليوم أن يجمد المشروع العسكري، ليس من مصلحة يعني أبدا، لأن هذا سيكلف المستقبل. تحول الهلال الشيعي إلى دائرة مغلقة على الخليج، تقريبا الهلال الشيعي الذي تحدث عنه العاهل الأردني، نعم، هو يتحقق اليوم، لكن هذا الهلال يعني بالتأكيد لم يكن هذه طبعا العاهل الأردني السابق، يعني حتى نوضح، لا لا، العاهل الأردني الحالي نعم قال هذا الكلام وحذر منه منذ وقت مبكر، وواضح أن له صلة كبيرة بالعقلية الغربية. في نهاية المطاف مسألة الهلال الغربي هذه استراتيجية غربية، يعني الهلال الشيعي ما كان له أن يتحقق اليوم بهذه الصورة التي نراها لولا التأثير الغربي نفسه. التأثير الغربي هو الذي أطلق وحش داعش، والذي باسم داعش اليوم تنهار دول ويتم تطهير دول من سكانها كما يحدث في سوريا. اليوم المظهر الأخطر للأزمة السورية هو هذه حالة التطهير العرقي والأثني والطائفي التي تحدث في سوريا. هناك إحلال سكان من إيران وأفغانستان والعراق في سوريا، في بعض المدن السورية التي قاومت الحصار ولم يستطع الجيش السوري يعني إسقاطها أبدا، لم قلبت الدخول، فجاءت وساطات دولية وتم إخراج سكانها وتم الإتيان بسكان آخرين شيعة كما يحدث في الزبدانية. الزبدانية مدينة على الحدود اللبنانية السورية، وعندما تم إسكان 300 عائلة شيعية من العراق في مدينة الزبدانية وهي مصيف دمشق، مدينة جميلة للغاية، ثم أخذ أهل الزبدانية إلى إدلب وهم من أهلها من السنة، من أجل أن يحدثوا حالة اتصال طائفي بين سكان البقاع الشيعة بين سكان الزبداني. وهذا يعني هذا المشروع صحيح أن إيران تمويله وتشرف عليه، لكن الذي هيأ له وسمح به وخطط له هو الغرب. الغرب لم يقبل بإسقاط بشار الأسد منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة السورية، وهو الذي قبل مقولة الأسد بأنه يواجه الإرهاب منذ اللحظة الأولى في الوقت الذي كان الشعب السوري يخرج مسالما لا يحمل لا يلوي على شيء. العرب اليوم يعني مشتتين بين هذه المشاريع. نعم، هناك للأسف أستاذ ياسين يعني تحالف أو عواصم أصبحت جزء من التحالف الإيراني، برأيك ما تأثيرها من وجهة نظرك على المشهد بهذا الشكل؟ تأثير سيء للغاية، يعني من نتائجه المباشرة هذا الاحتقان الطائفي الذي نراه اليوم، وهذا الاحتقان الطائفي تحول إلى مواجهات طائفية دموية في أكثر من مكان، في سوريا، في العراق، يعني تحت هذا يعني بروز أنظمة موالية لإيران أو متحالفة مع إيران تكتيكياً
سمح بالانهيارات التي نراها اليوم في الأنظمة العربية وفي مشاريع استعادة الدولة في كل من مصر وليبيا، وهناك محاولات دائما لإفساد حالة الانتقال السياسي في هذه البلدان. وتحقيقا لهذا يعني إذا لم يكن مرتبط بشكل مباشر بالمشروع الإيراني فهو جزء من الاستراتيجية الغربية التي تريد يعني التي رسمت مشروعا مدمرا للمنطقة، ونرى مظاهره بشكل واضح من ليبيا إلى العراق. العراق اليوم تتحول شيئا فشيئا إلى دولة طائفية قمعية، يعني دولة عصبوية، دولة ربما لم يشهدها العراق من قبل. يعني اليوم إمكانية الدولة العراقية النفطية توظف بشكل كامل لخدمة المشروع الطائفي، وهو مشروع بشع للغاية. اليوم البرلمان العراقي يشرع قانون الحشد الشعبي وينشئ جيش موازي تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني وتحت إشراف قاسم سليماني. لم تعد هناك دول في حقيقة نعم الأمر. إذن برأيك أستاذ ياسين، يعني تحت كل هذه الضغوط وهذه الخطط أيضا، كيف يمكن لليمن والخليج تدارك مثل هذه المخاطر بحزم، بعيدا عن التساهل، بعيدا عن الرضوخ لأي ضغوط أطراف دولية ربما هي أصبحت جزء من مشروع بات مكشوفا؟ التشديد على المرجعية الأساسية للحل، تحريك المسار العسكري خصوصا في هذه المرحلة. إذا لم يتم تحريك المسار العسكري في هذه المرحلة فلا يمكن تحريكه في أي مرحلة أخرى. التساهل في الجانب العسكري في هذه المرحلة خطير جدا. استثمار حالة الانتقال السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذه الأهداف، التمسك بالمرجعيات التي يعني توافق عليها المجتمع الدولي، هذا مهم جدا بالنسبة للتحالف العربي. لكن الأهم من هذا كله، وماذا يريد التحالف في اليمن؟ هذا الإجابة يعني على هذا السؤال. بعد سنتين لم تظهر ماذا الإجابة؟ يريد التحالف في اليمن؟ هل يريد دولة قوية في اليمن؟ هل يريد دولة وفق المواصفات التي حددها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، دولة جمهورية اتحادية تعددية؟ هل يعني باتت لديه يعني قناعة كاملة في الوصول إلى مرحلة هذه الدولة؟ أنا أعتقد أن الطريق الذي يسلكه التحالف طريقا خاطئا في هذه المرحلة. ليس هناك مؤشرات بأن التحالف العربي يذهب في هذا الاتجاه. هناك مشاريع جانبية جزئية، هناك يعني اليوم يعني مشاورة الكويت، صيغة جنيف، يعني دورات جنيف، المشاورة جولتي جنيف للمشاورات، جولة الكويت أو جولتي كويت، ثم اليوم عندما يذهب المبعوث الأممي إلى الكويت ولا يجد قبولا من الكويت لاستضافة جولة مشاورة جديدة يمنية، تأتي يعني الأنباء في سياق بيان تصدره الخارجية الأمريكية تقول أن جولة مفاوضات ستعقد في عمان. إذن يعني هناك مخططات ترسم من قبل أطراف خارجية فيما يتعلق باليمن، وهناك حالة توالد غير طبيعية للأفكار والصياغة المتعلقة بكيفية حل الأزمة السياسية وإنهاء الحرب في اليمن. هذه الصياغ وهذه الحلول كلها ترسم بعيدا، حتى يعني كل الذين يعني الأطراف اليمنية التي التقت في جولة المشاورات كلها هذه لم يكن لها أي أثر في الصياغة التي نراها اليوم. وبالتالي الذي يرسم مسارات الحل ليس اليمنيون، ليس الأطراف اليمنية، وربما ليس التحالف. وإلا على سبيل المثال اجتماع الرباعية أو الخماسية في الرياض، البيان الذي خرج والتصريحات التي خرجت بعد الاجتماع تختلف تماما عن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، مما يعني أن كانت الخارجية الأمريكية ربما أكثر حرص على إظهار حقيقة ما دار في اجتماع الرياض، وهو ما لا ربما ما لم ترضى عنه المملكة العربية السعودية، وإلا لكانت المملكة العربية السعودية عبر إعلامها قد تبنت هذه الصيغة التي وردت في بيان الخارجية. انتهى الوقت أستاذ ياسين، يسفني ذلك. شكرا جزيلا لك ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كل برعاية الله وأمنه.